نشرت الأخبار تأتيكم نكسخة فام، وهذا أبرز العناوين. الأطراف المشاركة في الحوار مطالبة بتقديم مقترحاتها في أجل نقصها غدا الثلاثاء 6 مساء وفق الصادق بالعيد. بداية من اليوم ولمدة أسبوع القضاة في إضراب بجميع المحاكم. ومليون دينار هي تكلفة الامتحانات الوطنية لهذه السنة حسب وزير التربية. إلى تفاصيل النشرة، حيث كشف رئيس الهيئة الوطنية من أجل جمهورية جديدة العميد الصادق بالعيد خلال حضوره اليوم في برنامج إكسبريسو أنه سيتم تقديم مشروع الدستور الجديد بتاريخ 15 من جوان الجارية. المهمة الأهمية بتاع وضع مشروع الدستور وقع تحديد يوم 15 جوان، اليوم مش بعيد برشا، نظرا لما أنا أعرف عن أهمية وثقل هذه المهمة. وقت اللي تقول لي ها عندك 10 أيام، سميتها أنا لا ميسيون امبوسيبل، مهمة مستحيلة الإنجاز، لكن في الحقيقة يا تقبل المهمة هذه ولا تجبد روحك، ما عندكش حل آخر. أنا قبلت على خاطر نتصور أن هذه مهمة حياتية بالنسبة لي. وبيان الصادق بالعيد من جهة أخرى أن آخر أجل لتقديم مقترحات الأطراف المشاركة في الحوار هو يوم الثلاثاء على الساعة 6 مساء، مشيرا إلى أنه سيتم تكوين لجنة من أجل تلخيص الأفكار في بضع أسئلة تطرح للاستفتاء. ثم فيهم من 42 ثم 30 الذين تعهدوا بتقديم ورقة، اللي آخر أجل بتاعها قلت لهم آخر أجل هو دار 3 في 6 بتاع العشية. إذا كان في 6 بتاع العشية ما بعتش الورقة بتاعك، فإني أعتبر بأنك جبت روح. جبت كونستيتوي أن بيتي كوميتي داناليز اي دو سانتيز، هو ريدوير لو بوكو أن لا كينتيسونس، يكون عدد ربما 4-5 من الناس، نلخصوا كل الأفكار والأمور هذه في 15-20 سؤال. إلى ذلك، أوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري خلال تدخله اليوم في برنامج حديث الساعة أنه تم ضبط جملة من الموانع إذا تم ارتكابها خلال الفترة الانتخابية تؤدي إلى الإحالة على النيابة العمومية. الموانع جاءت على سبيل الحصر بدون توسيع، تم إشهار سياسي يعتمد التسويق التجاري، هذا كان ممنوع. معلقات أو أمضة إشهارية أو معناها كل المعلقات تجي على السيارات وكانت بتنقل أوساد، هذا هو الممنوع. فيما زاد على ذلك ماهوش ممنوع. الحالة الثانية اللي جاء بها الفصل 58 من نفس القانون هو أنه يحجر في الفترة الانتخابية الإعلان عن تخصيص رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام أو موزع صوتي أو مركز نداء لفائدة مترشح أو قائمة أو حزب إلى آخره، أو مركز نداء. هذا هما التحجيرات والموانع. كل مخالفة لهذا الفصل على تخصيص هاتف مجاني أو موزع صوتي أو مركز نداء يترتب عليه خطية مالية قدرها 3000 دينار، هذه زادة جريمة انتخابية، إذا عينوها لإصدار العقوبات اللازمة اللي واردة بهذا الفصل. في الملف القضائي، يدخل القضاة انطلاقا من اليوم الاثنين في إضراب يتواصل لمدة أسبوع ويشمل القضاء العدلي والمالي والإداري باستثناء النظر في القضايا المتصلة بالإرهاب على مستوى النيابة العمومية وإصدار الأذون بالدفن. ويأتي قرار الإضراب على خلفية صدور أمر رئاسي تضمن قرارا بإعفاء 57 قاضيا وللتعبير عن الرفض القطعي لحل المجلس الأعلى للقضاء. إلى ذلك، طلب رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي خلال تدخله اليوم في برنامج إكسبريسو بالتراجع عن قرار إعفاء 57 قاضيا، خصوصا وأن 90% منهم لم تتم إدانتهم جزائيا أو تأديبيا، مشيرا إلى أن أي قاض أصبح مشروع عزل. احنا نطالب إرجاع القضاة هذوما اللي تم معنا وضعهم في قائمة إعفاء وتشويه سمعتهم من رئيس الجمهورية. صحيح بصفة عامة حكاية هو وما رأوا تو كل قاضي تم إعفائه، حتى الأسباب معناها تتعلق بالعمل أو بقراراته، هو ولا قاضي فاسد في رأي الناس البسطاء والمواطنين. ونطالبوا بتراجع القائمة هذه، لأن القائمة فيها ظلم كبير للقضاة اللي تم تصفيتهم دون ضمانات ومواجهة وحق الدفاع، إضافة إلى أن القضاة ظلم معناها 90% منهم ما تمش أعلام منبتهم، تم استدعائهم عن طريقة تفقدية، لا أدينوا جزائيا ولا أدينوا أيضا ولا تم اتخاذ أي قرار تأديبي في شأنهم. معناها الناس كل تفاجأت، وهذا اللي خلى القضاة يحسوا بالخطر، لأنه أي قاضي ولا مشروع عزل. في الشأن التربوي، أعلن وزير التربية خلال ندوة صحفية اليوم عن تسجيل تراجع في عدد المترشحين لامتحان البكالوريا دولة 2022 بنسبة 9.2%، كشفا أن الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا شهدت ترشح شيخ سبعيني لاجتياز الامتحان أصيلة وديمليز من ولاية جندوبة كأكبر مترشح لهذه السنة، ومشيرا أيضا إلى أن تكلفة الامتحانات الوطنية بلغت 29 مليون دينار. فعلا كما سمعتوا أصغر مترشح أقل من 17 سنة من جهة فاقس، وأكبر مترشح 70 عام
من واد النيز اللي جاي جندو. عندنا 16 مترشح سنة في السجن، بالطبيعة باش نهزو لهم الامتحانات وين موجودين وباش يعديو الامتحانات في نفس الظروف هما والمترشحين الاخرين. تكلفة الامتحانات الوطنية السيزيام والنوفيام والبكالوريا التكلفة باش تكون ان شاء الله في حدود 29 مليون دينار، وقت اللي كانت عاملين 37 مليون دينار. التخفيض راهو ماهوش سبب التخفيض في الميزانية، وانه عدد التلامذة المترشحين السنة نقص ب 10400 تلميذ تقريبا. فلاحيا قدرت صابة الحبوب في ولاية سليانة لهذا الموسم بمليونين وخمسمائة قنطار، ما يمثل زيادة مقارنة بالنسبة الماضية وانخفاضا مقارنة بسنة 2019 وفق ما أكده للأخبار المندوب الجهوي للفلاحة بسليانة المنصف الهرمية. الصابة المقدرة بولاية سليانة لهذا الموسم 2021-2022 في حدود 2,500,000 قنطار، أي زيادة معنا معتبرة مقارنة بالموسم الفارط وأقل من الموسم الذي يسبقه، حيث سجلت ولاية سليانة معناها رقما قياسيا في الصابة. أكيد التنسيق منذ البداية منذ 12 أبريل 2022 خلال اللجنة الجهوية لمجابهة الحرائق تم إعطاء الإشارة للانطلاق في الإعداد والاستعداد لموسم الحرائق سواء في المستغلات الفلاحية أو على مستوى المناطق الغبية، وتلتها العديد من الاجتماعات سواء بالمندوبية أو في إدارة الجهوية الحين المدنية سواء على المستوى الجهوي أو المحلي، وكذلك من التحسيس لحراس الغابات بضرورة التوقف من الحرائق. في أخبارنا الدولية، قضت محكمة جزائرية اليوم بحبس سعيد بوتفليقة شقيق رئيس البلاد الأسبق عبد العزيز بوتفليقة 8 سنوات وغرامة مالية قدرت ب$20,000، وذلك بعد إدانته بقضية فساد تخص تمويلا خفي لحملة انتخابات الرئاسة الملغاة عام 2019. كشف وزير الثقافة وسياسة الإعلام الأوكراني في تصريح إعلامي له بمناسبة يوم الصحفيين في بلاده عن مقتل 32 صحفيا من مواطنيه منذ بدء الحرب التي أطلقتها روسيا في 24 من فبراير الماضية. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الأطراف المشاركة في الحوار مطالبة بتقديم مقترحاتها في أجل أقصاه غدا الثلاثاء 6 مساء وفق الصادق بالعيد. بداية من اليوم ولمدة أسبوع القضاة في إضراب بجميع المحاكم. و29 مليون دينار هي تكلفة الامتحانات الوطنية لهذه السنة حسب وزير التربية. لمزيد من التفاصيل عن أخبارنا زوروا موقعنا radioexpressfm.com. كانت معكم نواع مغربي، إلى اللقاء.